هوبفلي هوبفلي في الجناح. ما تطلعيش انت، ممكن حد يطلع يعني. يس يا رب يطلع. لا اي حاجه حبيبتي حبيبتي، اهلا وسهلا. هتشيلي الرينج بالبتاع. لا انا حاسه انا حاسه بالحزام في ظهرك اوريدي. معلش معلش، حقك عليا حقك عليا حقك عليا حقك عليا والله العظيم. انا مقدره، وانا انا لمسه الحزام بايدي. انا معلش معلش. طب روحي شوفي كرسي وهدي كده ناو. يا جماعة أنا في قاعة مؤتمرات أصلا مفتوحة مخصوص عشان متابعين أبي لندن ووكر، علشان نحاول إن احنا نتحاور ونتكلم ونبقى بطبيعتنا يعني، ونشوف بعضياتنا ونشوف إيه الحاجات اللي أنت قعدي أنت عاملة عملية بالحزام. البسي كرسي يا أمي، روحي خدي كرسي الدوقة كرسي. انا عايزه الناس ترتاح لان احنا لسه بنقول يا هادي يعني. يا لا انت خليك، انت هديت، انا ما صدقت انك تهدي، انت كنت منهارايه خالص. ناو انا عاوزه اقول على حاجه، انا هلف الكاميرا عليا عشان بتور ما تنبسط. انا اهو في بلد في اسكندريه وسط اهل بلدي وسط حبايبي اللي حبوني لوجه الله، ولله فلي الله كده يا اختي يا رايا بيحبوني. انت مقهوره ليه؟ الله حاجه غريبه، دمي سم قاعده ليه اصلا انت؟ ها؟ انت مين؟ الله انت مين انت؟ يلا العب. انا اسكندراني شبراوي انجليزي، انا كوكتيل مقبوله على زي ما انك تهو. مش عايزين نشوف وش حد يا اخت. كفايه اللفظ الحلو اللي احنا عارفينه اصلا. اي حاجه هتنكد عليكم في حياتكم انسوها وارموها ورا ظهركم يا جماعه. اقسم برب العزه الشيء اللي كان بيقهرني ويخليني اعيط مجرد ان انا اخرج من مكاني واعمل بالتليفون ده رحله لاي مكان، انا بنسى مشكلتي. انا بنسى مشكلتي. انا مجرد ان اعيا اوكي، انا اقوم اعمل روحي رجلي. الله انا ايوه كده، انا كده، انا بحب اعمل كل شيء بايدي. ليه؟ لاني اقتنعت انه في الغربه انت لما بتجهدي البدن بينام العقل. حين اجهدت البدن ونام العقل بتصحي فريش، بتصحي صح. ايوه تصحي الصبح طازه كده. يا اول ما بتصحي الصبح وبتبقي فاكره عكننه امبارح، اعرفي انك مش هتخفي يا امي، انت مش هتخفي، انت هتفضلي كئيبه عند مكتئبه كده وبتعيطين وقلبها امينه رزق. لكن انا بقولك من الاخر، الاحساس بالامل اللي يديكي الامل فعلا ويخليكي تحسي انا عايشه، مطبخي والله مطبخي، مطبخي اللي الدنيا كلها عايرت عليه، مطبخي الصغير اللي بتمطع في البوتاجاز واضرب ظهري في الحوض، الدنيا كلها اتريقت على مطبخي، لكن انا بنسى روحي جوه مطبخي. اذا كلمه ده مفيده قالت ده مش مطبخ ده معمل. يعني انا والله حتى قناه النهار انا ما جريتش وراها، اقسم بربي هم قالوا لي احنا عايزينك معانا يا ابي، وبعتوا لي رسائل تحت الرحله بتاعه الهرم. لما قلت انا طالعه الهرم يا جماعه وعاوزه اللي حابب يشوف ابي زي كده النهارده، اللي حابب يشوف ابي يطلع معايا الرحله عندي يقضي يوم في الهرم. تحت الكومنت بتاعه الرحله دهيا انا لقيت الاعداد والمذيعات كاتبين لي احنا لينا الشرف يا ابي ان انت تكوني معانا. ثانك يو يا جماعه، والله انا اتخضيت، قلت ايه ده تلفزيون؟ خير اللهم اجعله خير، هيطلعوني في البوتاجاز عند يدوني بامبا. لا انا اشك اذا انا دبوس.
ايوه والله قلت كده. انا اشك اذا انا ده هذه ما بي مكيده من بتورمه. قلت لا اتقص. طلع الكلام صحيح. طب ايه النظام؟ قال له انت بس العربيه تيجي تاخدك، وعايزين صوره الباسبور عشان نقول للاداره ومش عارف ايه. الموضوع مشي بسلاسه، هو ربي اللي بعته مش انا. والله العظيم انا كنت فاتحه الصفحه فعلا فعلا الكبيره، وقلت انها لوجه الله، ولازالت الى الان ابي لندن وكر لازالت الى الان لوجه الله، وما دخلش عليها ولا جنيه ولا دولار ولا اعلان. والله نيتي لله كانت صافيه لما فتحتها. ليه؟ انا هقول لكم ليه. لانه انا لما ساعدت بشر بعينهم انأذيت، لكن لما اساعد بطريق غير مباشر والمساعده تكون عامه اللي محتاجها هياخدها. فانا لما عييت بالكورونا وقلت اوكي انا لو جرالي حاجه الناس دي ما اخدتش اي خبره عن الحاجات اللي انا اتعلمتها، فكوني ان انا قلت الكلام ده لروحي، يعني بقول بالبلدي من الاخر خليني اخرج يمكن معيش تمره. يا لا حقيقه كلنا وارد. انا النهارده بقول لكم اقسم برب العزه انا ما نمتش من امبارح، وانا صاحيه الصبح لقيت نفسي قاعده ببص على الصفحه بتاعتي وببكي. صفحة تجارب من الحياة لو تفتكروها كانت قد كده قد كده. لما صفحة تجارب من الحياة عدت المليون امبارح الصبح كنت في منتهى السعادة. لما احس ان انا الصفحة الصغيرة اللي اهتميت بيها دي عدت المليون كنت في منتهى السعادة. لكن برضو كمان السعادة بتاعتي ما كملتش، لان في واحد خازوق تركي انضرب في الصفحة بتاعتي بلاغ معرفش منين يا اختي، انا معرفش. لكن الصفحة متبلغ عنها علشان شيرت حاجة تخص قناة النهار. هل هي فعلا حقيقة قناة النهار معترضة او هي كذب؟ محدش يعرف. انا بالنسبة لقناة النهار هسمعكم مكالمات ناس بيعترفوا ان انا ست محترمة، ان انا ست ما اذتش حد وبعمل كل شيء زي الصح واكتر، وباعتراف ناس مسؤولة في قناة النهار. لكن مش من حقي ان اطلع المكالمة دي. anyway باختصار الصفحة بتاعتي دلوقتي عليها بلاغ، صفحة تجارب الحياة اللي عدت المليون امبارح عليها بلاغ بالليل. احنا مش عايزين نعمل حاجة، انتوا عارفين ليه؟ لان ربي هو اللي هيعمل. لان انا عارفة ومتأكدة اللي خلاني اسافر واطلع لامريكا واطلع لتركيا واطلع لمصر واطلع في التلفزيون هو قادر يحل كل حاجة، مش بشر. النهاردة مدام امينة دي اتصلت بيا تقريبا من ساعة ونص بالظبط، 10 سنين ابنها بيتعلم في انجلترا، صرفت دم قلبها عليه بالملايين على يدي، بعد ذهبها والمازاتها عشان ابنها الوحيد يتعلم في لندن، 24 سنة. وانا قاعدة اعيط على صفحة متبلغ عليها. ياس خلوا بالكم من النقطة دي كويس. قالت لي يا ابي انا امينة. قلت لها او ماي جاد انا مش مصدقه ودناتي، انت بجد امينه؟ قالت لي ايوه يا ابي. قلت لها انت مختفيه فين؟ قالت لي علي راح يا ابي. اقسم برب العزه اتخضيت خضه بمليون دولار. انا بقيت اقول لا ده ولد صغير، ده لسه صرف عليه وبيع ذهبه والماظ عشان يتعلم ولسه متخرج من الجامعه. قلبي معاكي. وقعدت واسيها واتخدت معاها وقلت لها ما يغلاش على اللي خلقه. لكن في الاخر لقيت انه حسره الام على ضناها وهي بتعيط اقوى من اي شيء.
اند بتقولي انا شفت اللايف بتاعك امبارح، هي ابنها ميت وبتتابعني. قلت لها وايه خير في ايه؟ قالت لي يا ابي كملي كملي اللي بداتيه، انت اثبتي وجودك في كل العالم بثقه وبدون سرقه، فعشان كده انا بتصل بيك اقولك عايزاك تقوي اللي ابنها راح، بتقويني انا. قلت لها لا ده انا المفروض اقويكي يا امينه، مش انت اللي تقويناني، انا اللي اقويكي. قالت لي لا يا ابي انا فخوره بيكي ان انت وصلتي للمكانه دي في بلدك، مش مهم اي حد تاني. قلت لها بس انا بتحارب. قالت لي يعملوا اللي يعملوه، اللي ربنا عايزه هيكون. والله يا جماعة بصراحة أنا مش متعودة أعمل اجتماعات بالشكل ده بأمانة، حتى الجروبات الخاصة بصفحاتي أنا ما بفتحهاش، يعني مقفولة على يمكن 6-7-80 ماكسيموم يعني. فأنا بالنسبة لي حقيقي فرحانة ومش خايفة. عارفين حد تاني مكاني كان ممكن يترعب، والله كان ممكن يترعب من العدد او يخاف، او يخاف انه حد ممكن يكون بيكرهها وبيمثل وداخل دسيس جوه الناس دي. انا وقفت تصوير البطايق من الغرفة بتاعتي وقلت لهم محدش يصور بطايق حد، خلاص الناس دي كلها تبعي فعلا. طالما طلعوا البطاقة وسلموها للريسبشن عشان تتصور يبقى دول ناس فعلا تبعي، ولاد ناس محترمين تبعي. وخصوصا لما عرفت الجميلة دي قعدت تستناني 10 ساعات، وهي كمان قعدت تستناني، وهي كمان، وكل الناس دي كلها اصلا جم في المجتمع الاولاني على فكرة. اغلب الناس اللي هناك دي انتوا بتعملوا عملية جراحية يا ريس، انا ممكن اقعد امريكا قاعد على الارض حقيقي بجد يا جماعة. والله العظيم انا دعوات امي ليا هي اللي اعدالي، وهي اللي خلتني اتجرأ، وهي اللي قالت لي كمالي طز كمالي وطز. هما كده كده عمرهم ما هيرضوا اصلا. اخويا يوم ما طلعت على قناة النهار قال لي هما احرجوكي في كام سؤال وانا عارف، بس انتي جاوبتي. قلت له اوكي انا جاوبت، لان انا ما مش متعوده انه حد يسالني على حاجه عند انا اكذب او اخاف او اقول لا مش هاجاوب. يا واد يا ولع، طب ولعيها بقى قبل ما تطلعي اول طلعه كده، يعني هي اول طلعه بس. يس ثانك يو ثانك يو ثانك يو. سقفوا لهم بقى يا جماعه دول بقى، يعني هم بقى ايه، هم عملوا المجهود ده كله، لكن انا عايزه اصور القاعه مش انا اللي اتصور. انا بصور كل يوم، انا عايزه اصوركم انتم واخلي الكاميرا عليكم انتم علشان هتوحشوني كلكم بصراحة، هتوحشوني كلكم. Sorry. I don't know if I move it, I will switch off. You don't move it. You keep rotating. Oh, from the lamp. From the lamp. أنا هقول لكم على حاجة. أنا فعلا النهاردة بعد اللي حصل لي ده أنا هأقرر أن أنا أجل الأجازة بتاعتي وخليني. أنا هنا في بلدي في اسكندرية قدامكم، ولا فلتر ولا شد ولا مد، أنا قدام كل الناس ده هي أصلا. وبقول لكم أنا مشيت في شوارع اسكندرية بعد 30 سنة الناس عرفتني. بقول لكم انا دخلت سوق الخيط الناس عرفتني، دخلت الحسين الناس عرفتني، دخلت الغورية عرفوني، الخيامية عرفوني،
ماضي عرفوني، وقفت لقيت خلطاتي جوه ايدين الستات. انا بقول لكم بامانه بصراحه بجد القعده دي تشرف، القعده دي تشرف. عارفين ليه؟ دي قعده بتقول احنا مقتنعين بيكي يا ارخى، احنا مصدقينك وبنآمن بالشيء اللي انت بتتعبين انت تقفي على رجلك ليل انت نهار تعملي في فيديوهات، احنا مصدقين اللي انت بتعمليه. بصوا جايبين فيتامين اي ماشيين بالفيتامين اي. بصوا انت ريحوا يس. او ماي جاد ماشيين ببرطمانات يا جماعه الحقوني اهي. استنوا انا رايحه لها. دي جايه ازاي؟ انت جايه زفران وجل الصبار. ابي شريف، شعري النهارده يا اولاد جايبين لي جيلاتين الصبار في برطمان والزعفران في برطمان. ابي هنا حاجات هنا معقوله تستاهلي كل خير. Thank you.
Thank you.